مرحبا وسهلا فيكم مشاهدينا الاعزاء في هذا البرنامج وحلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم بركه الدار. اهل الشويب هم عباره عن بدو رحل كانوا في المنطقه هذه. شيخ زايد قال نقلوا الحضاره للبدو في مكانه. الشويب اليوم اصبحت مدينه في قلب مدينه. العرب مثل تقول تكد. في الشتاء يفوزون الشويب. كل شخص يختلط مع انسان يتعلم منه الزين ويتعلم منه الشيء. كان جلست ابوك عنده عصا. اعرف ان اول حدا بيضربك. بركة الدار تشاهدونه في الاوقات التاليه.